صباح الخير أحبائي وأعزائي، معكم قناة الملك والأمير. جاءنا وعاجل جدا وفاة الفنان عادل إمام بالزهايمر، تهز السوشيال ميديا والكل يبكي ويصرخ. كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن الحالة الصحية للزعيم فنان عادل إمام، حيث قال الدكتور أشرف زكي في حوار له ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس: ما هي صحة عادل إمام؟ وما فيش حاجة ومفيش ناس متبررة غير للشائعات، وإحنا على تواصل مع أبنائه بشكل مستمر. وأضاف نقيب المهن التمثيلية: إننا على تواصل دائم مع أبناء الزعيم وهو رامي محمد إمام، وأحيانا التواصل يكون معه شخصيا، مشيرا انه من فتره الزعيم عادل امام كلمني شخصيا وهو كويس. وكشف الدكتور اشرف زكي عن وقعه حدثت بينه وبين عادل امام في النقابه منذ 17 سنه، قائلا: شيء عظيم ان عادل امام يكون نقيبا للممثلين في مصر، رحنا عملنا معاه محاولات لكنه قال انا مش فاضي ليكم، وقال لي محدش هينفع غيرك المنصب ده وانا اول الناس هدعمك. وتصدر الزعيم عادل إمام الترند من جديد واحتل صدارة مؤشرات البحث جوجل العربية لمختلف ترندات السوشيال ميديا، ويأتي ذلك بعد تداول أنباء جديدة حول دخوله المستشفى وتدهور حالته الصحية حتى وصل للزهايمر والوفاة. إصابة عادل إمام بالزهايمر ووفاته وظلت الأخبار والشائعات تنتشر حول حالة الزعيم الصحية، حتى حسم شقيق الفنان عادل إمام تلك الأنباء بشأن وفاته بعد تلقي العلاج داخل المستشفى ليوم واحد بعد شعوره بالتعب. وقام المنتج عاصم إمام بنفي كل تلك الأنباء، وأن الحالة الصحية لشقيقه عادل إمام هي جيدة ولا يعاني من أي عارض صحي، وأنه متواجد حاليا في منزله ولا يعاني من مرض الزهايمر على الإطلاق، وإنما يستمتع بوقت من الراحة بعيدا عن الإجهاد داخل مواقع التصوير. هل يعود عادل إمام للتمثيل؟ وكشفت أحد المصادر المقربة من الزعيم عادل إمام أنه يدرس أحداث السيناريوهات الدرامية من تأليف أحد الشباب ليظهر به خلال خريطة مسلسلات رمضان خلال السنوات القليلة القادمة، حيث كانت آخر أعمال الفنان مسلسل فالنتينو عام 2020، وشاركوا في البطولة كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري. ودارت أحداث هذا المسلسل حول رجل يدعى نور عبد الحميد الشاب فالنتينو، يمتلك وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فالنتينو، ونتيجة لقوته وسيطرته على مجريات الأمور تنشأ بينهم العديد من الخلافات والأحداث، والمسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. خبر آخر وهو من الأخبار الرائعة أو قد تكون غير رائعة: نجيب جبرائيل لا صحة لما ينشره أو لما ينشر عن عودة الطفل شنودة حتى الآن، ورأي الأزهر استشاري والأمر بالقضاء، ولكن كل معنى هتلاقي الجديد. وخبر آخر: الأنبا دميان وهو زيارة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر لدير السيدة العذراء القديس موريس وشنودة في وسطهم، هل هذا الكلام حقيقي؟ هنشوف. هنا بيقول: نفت أسرة الطفل شنودة وهيئة الدفاع عنه ما يتداول على السوشيال ميديا على حل أزمة الطفل شنودة وقرب عودته موافقة الأزهر الشريف، وهو أمر عاري من الصحة، حيث أن الأمر ما زال إلا في القضاء وما تم الحصول عليه مجموعة من التصاريح حسب طلبات هيئة الدفاع لتقديمها لعدة جهات للحصول على رأيهم ومن الأزهر الشريف حول الرأي الشرعي بشأن العثور على الطفل داخل الكنيسة للرد على عبارة أن الطفل فاقد الأهلية مسلم بالفطرة. وقالت مدام أمان والدة الطفل أنه حتى الآن لا توجد أي تطورات بشأن طفلها سوى القضية أمام مجلس الدولة، ولا صح أنه تم حل الأمر وأنها تطلب الصلوات لأجلها ولأجل طفلها. وقال كرم غبريال عضو هيئة الدفاع مع الدكتور نجيب جبرائيل والمستشار أحمد عبد المير أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأن تسلم مساء أمس تصريحه الخاص من المحكمة لتقديمها للجهات التي تقدمنا بطلبات بشأنها ومن الأزهر وشهادة من الإدارية بشأن العثور على الطفل بالكنيسة، وطلب نيابة الشرعية للحصول على نسخة من ملف القضية، وطلب بشأن الكشف الطبي على الطفل شنودة والتأكد من صحته وصحة إزالة الصليب بيده، وهل تعرض لمادة كاوية لإزالة الصليب. وأكد غبريال أن هذه الطلبات والتصاريح لم تقدم حتى الآن لأي جهة من الجهات السابقة، وأنه بعد الحصول على ردود هذه الجهات ستقدم المحكمة في جلسة 4 فبراير المقبل، مؤكدا أن الأمر حتى الآن داخل القضاء ولا توجد أي مستجدات بشأن الطب،
وطالب بتحري الدقة فيما ينشر قبل تدليل أي رأي العام. وكان رد نجيب: أعلن أمس الحصول على التصريح اللازم لتقديمه على عدة جهات من أجل دعم موقف الطفل في القضية خلال الجلسة القادمة. نفي الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ما يتداول على السوشيال ميديا عن حل أزمة الطفل شنودة قرب عودته وموافقة الأزهر الشريف، وهو أمر عاري من الصحة، وواضح أنه نفس المقال. وأضاف أن الأزهر في النهاية هو عبارة عن استشاري وليس جاي تحكم بعودة أو عدم عودة الطفل، لأن الأمر يختص به القضاء المصري، مشيرا إلى أن تصريحاته الصادرة كانت واضحة، وأنهم حصلوا على الطلبات من المحكمة لتقديمها، وأنه أشاد بالأزهر من تفاهم الأمور وفي تفاهم الأمور أيضا، ولكن مصير الطفل متعلق بالقضاء بعد تقديم هذه الطلبات في جلسة 4 فبراير المقبل. وقالت مدام أمال والدة الطفل أنه حتى الآن لا توجد أي تطورات بشأن طفلها سوى القضية أمام مجلس الدولة والصحة، أنه تم حل الأمر وأنها تطلب الصلوات لأجل طفلها. وقال كرم غبريال عضو هيئة الدفاع مع الدكتور نجيب جبرائيل والمستشار أحمد عبد المال أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأن تسلم مساء أمس تصريح الخاصة بالمحكمة تقديمها للجهات المختصة. والأنبديميان زيارة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر لدير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر بألمانيا. وصرح صاحب النيابة الأنبديميان أسقف الشمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء بهوكستر ألمانيا بأن نيابته الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر زار الدير اليوم 23 ديسمبر 2022 وصلات نيابته القداسة الإلهي بمشاركة الأنبديميان والأفييف من الآباء والشماميسة وشعب الدير، وبعد أخذ جولة داخل أركان الدير وتعرف على معالمه الأثرية وأيقوناته. ومن الجدير بالذكر نيابة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر. كل الشكر وكل الحب ليكم، ويا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وسلام. الرب يكون معكم. صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناة مقالة الملكة والأمير. جاءنا وعاجل جدا وفاة الفنان عادل إمام بالزهايمر، تهز السوشيال ميديا والكل يبكي ويصرخ. كشف نقيب المهن التمثيليه الدكتور اشرف زكي عن الحاله الصحيه للزعيم فنان عادل امام، حيث قال الدكتور اشرف زكي في حوار له ببرنامج حبر سري مع الاعلاميه اسماء ابراهيم على قناه القاهره والناس: ما هي صحته عادل امام؟ وما فيش حاجه وما فيش ناس متبرره غير للشائعات، واحنا على تواصل مع ابنائه بشكل مستمر. واضاف نقيب المهن التمثيليه: اننا على تواصل دائم مع ابناء الزعيم وهو رامي محمد امام، واحيانا التواصل يكون معه شخصيا، مشيرا انه من فتره الزعيم عادل امام كلمني شخصيا وهو كويس. وكشف الدكتور